واصلت القوات المسلحة العراقية المدعومة بالحشد الشعبي عملياتها العسكرية الرامية إلى تطهير البلاد من الإرهاب، وتمكنت من تحرير عدة مناطق في محافظتي نينوى والأنبار وقضت على عشرات الإرهابيين. يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن بلاده تحارب تنظيم داعش نيابة عن العالم كله، وأن الجيش العراقي يتقدم بقوة ضد العناصر الإرهابية. نفت وزارة الداخلية العراقية صحة ما نشرته وسائل إعلام حول هوية امرأة أوقفتها السلطات اللبنانية، وقيل إنها زوجة البغدادي زعيم تنظيم داعش، مؤكدة أنها ليست زوجته وأنها كانت قيد التوقيف في سوريا، وأفرجت عنها دمشق خلال صفقة رهيبات معلولة العام الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن إن المرأة المحتجزة حاليا في لبنان هي سجى عبد الحميد الدليمي، شقيقة عمر عبد الحميد الدليمي المحكوم عليه بالإعدام لمشاركته في تفجيرات البصرة والبطحاء بالناصرية. وذكر معن أن البغدادي متزوج من اثنتين هما أسماء الدليمي وإسراء القيسي. ميدانيا شنت القوات الأمنية عملية عسكرية مباغتة لتطهير الأحياء السكنية في مناطق السجارية والحوز والتأميم والبوعلي جاسم وحي الأرامل والإسكان في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. أما في محافظة نينوى فتمكنت قوات النخبة العراقية والبشمركة من تطهير ناحية الكوير جنوب المحافظة من مسلحي داعش بعد تكبيدهم خسائر بشرية ومادية كبيرتين، فيما أحبطت القوى الأمنية هجوما لإرهابي داعش على محيط سد الموصل هو الثاني خلال هذا الأسبوع. من جهة أخرى وردا على اتهام البنتاغون إيران بقصف مواقع لداعش داخل العراق، رفضت إيران تأكيد أو نفي تلك المعلومات، في حين قالت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضي أفخم أنه لم يحدث أي تغيير في سياسة طهران لتقديم دعم واستشارات للمسؤولين العراقيين في المعركة ضد تنظيم داعش، مؤكدة أن طهران لم تتعاون مع واشنطن في هذا الإطار.